هذا الوضع اللي حصل في البيت الشبابي خلال الفترة الماضية، كان انتفاضة بصراحة شبابية من جمهور إلى إعلام عاشق لهذا الكيان الكبير، إلى أعضاء ذهبيين كانوا واقفين وقفة رجل واحد مع هذا النادي. المستقبل، إيش تعتقد بالنسبة لمستقبل الشبابي؟ شوف، كل ما يحدث للشباب حاليا هو أمر طبيعي جدا، يعني عشاق الشباب سواء كانت الجماهير أو الإعلام أو الأعضاء الذهبيين ما يرضيهم أنهم يشوفون الشباب في الحال هذا، حال محزن ومؤسف للأسف، خصوصا بعد عدة اجتماعات صارت ما بين الأعضاء الذهبيين مع رئيس النادي الأستاذ خالد ثنيان. أنا أشوف أن الموضوع صار طبيعي جدا بالنسبة لهم، هم يحاولون يحافظون على المكتسبات، وحسان تنبكتي يعتبر من أهم المكتسبات. عبد الرحمن، لكن لو سمحت لي بس تساؤل بسيط. تفضل. اليوم احنا لما نتكلم على حسان تنبكتي وطريقة انتقاله يطرح عندي تساؤل بسيط، ليه في غالبية الصفقات بالنسبة لنادي الهلال يحدث فيها هالمشاكل ونسمع فيها شلون قصص تاريخية؟ أنا أعطيك أمثلة، مش مثال ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. احنا إذا نبي نمشي على ياسر القحطاني، على أسامة هوساوي، على خالد الغامدي، على عوض خميس، على عبد العزيز الجبرين، على حسان تنبكتي. طيب بس ممكن بس أكمل كلامي. أكمل كلامي؟ طيب مو بصحيح. طيب أعطيك كلامي. كلامك مو بصحيح. طيب أعطيك، ممكن أكمل كلامك غير صحيح. طيب ممكن أكمل كلامي؟ إذا ممكن أكمل كلامي. أنا بيأكمل جملتي. لا ترمي، كمل جملتك. لا أنا بيأكمل كمل جملتك وبعدين. تخيل إحنا نتكلم على الحين عديت لك 10 لاعبين كلهم. ولا 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 معليش، ما يصلح. أنا إذا كل كمل كلامك وبعدين قدرنا أي كلام علي ويلا في الهواء وصدق ولا ما صدق ولا يمر. طيب شوف، اليوم وبعدين بعطيك المجال. أنا بعطيك المجال. شوف اليوم ياسر القحطاني، أسامة هوساوي، معليش نسيت عيسى المحياني، خالد الغامدي، عوض خميس، عبد العزيز الجبرين، محمد العويس، حسان تنبكتي. ليه في كل الصفقات بالنسبة للهلال المحلية ندخل في سجال كبير؟ ندخل في، معليش إذا تسمحوا لي، محمد كنو نسيته. من كثر الأسماء والمشاكل اللي تحصل في التعاقدات المحلية بالنسبة لنادي الهلال، أنا للأسف قمت أقول أسماء وأنسى أسماء. طيب. لا معليش، خلينا واضح الفكرة. لا مش اللي هي الفكرة، مش الفكرة واضحة يعني. أنا ما كملت كلامي، أعطيتني 20 ثانية. أي 20 ثانية؟ وقطعني ثلاث مرات وما خليتني. ما قلنا 20 ثانية، ما قلنا 20 ثانية. معليش، خليني أقول لك، اليوم في كل هالصفقات هذه يحدث فيها كل هالمشاكل. طيب. ليش الهلال بالذات في اللاعب المحلي يصير معاه كل هالمواضيع؟ طيب ممتاز عبد الرحمن. أقول لك ما صدقت علي، هذا أقول لك إياها. ياسر القحطاني رجال عاقل وحر يختار قراره ومصيره. كان عقده حر. أقول رجال حر يعني هو كيفه يعني. ما حد يجبره على يختار اللي يبغى. طيب جاوب بشكل عام عبد الرحمن، ليش تصير اللي قاله علي؟ لا مو بصحيح. هو أنا أقدر، أنا أقدر أحط له 10 ولا 15 اسم على نادي ثاني ويلا صدقوني. عطني اسمين. أسامة هوساوي يعني ياسر ما في شيء، هو طلع بنفسه وتكلم، هو يبغى عقده. ممتاز. على فكرة ترى المحور الشباب وتحولت الى هلال ونصر، وهذا ترى يشبه الواقع ترى اللي قاعدين نعيشه. عشان بس يشبه الواقع اللي احنا قاعدين نعيشه. المحور كان الشباب وتحول الان الى صراع نصراوي الهلال. وين الصراع النصراوي الهلال؟ ما حد جاب طاري النصر. معلش بسام، عبد الرحمن تفضل. سامة هوساوي نفس الشيء، تتكلم عن عيسى المحياني طلعوا بنفسه تكلم في القناة احتقاطي يعني رغبة اللاعبين هي اللي تحكم. ايه انا طيب بس اذا خالد الغامدي موقع عقد مع الهلال، موقع عقد بعدين راح وقع، كلهم موقعين. خالد الغامدي وعوض خميس كلهم موقعين عقد مع الهلال. خالد الغامدي ليش ما لعبوا مع الهلال؟ ما لعب لان خالد الغامدي وقع مع النصر ولا الامير عبد الرحمن بن مساعد، خشى على اللاعب انه يتضرر، واقسم بالله العظيم هذا كلام صحيح. وعوض خميس اعلن. طيب ليش ما لعب مع الهلال؟ ليش ما لعب؟ لان النصر وقع بعد، هنا نسال، بعد 10 ايام يوقع نادي النصر. طيب عندك، طيب هذا شكرا. ومحمد كنو لحظة، شو هذه قضية عوض خميس محمد كنو؟ بل على العكس، أن الهلال لا يعلم عن توقيع محمد كنو مع النصر وقتها. طيب أنا أبي أختم كلامك 30 ثانية على أساس أني بطلع. أنا أقول اليوم أعطيته وقت أكثر من وقتي ترى. أنا اليوم بس هذه بمشي لأن قطع اليوم يعني سهل أنه أنا أطلع بريء وأنا وأرمي اتهامات باطلة وصدقوا. هذه غير خليك على مالك. لا علي بترد. انا بتكلم على ما عندي مشكله، خلاص سجل يعني. كان يعني على مدار يمكن سبعه عقود من الزمن، اللوبي الازرق، النادي المدلل، نادي التحكيم، وهي باطله جدا. بل على العكس، النادي المتضرر في اللجان وفي الاتحادات السعوديه، النادي المتضرر اتكلم على موضوع التحكيم هو نادي الهلال. وشاهدنا العام الماضي اكبر دليل اللي صار. طيب. ضغط مباريات، ناس لعبت بطولة ودية بدعوة وأجلهم أجلوا بداية البطولة العربية ولا حد تكلم. وبطولة ودية أتكلم عن بطولة اليابان ولا حد تكلم. اليوم الهلال
العام الماضي لعب ضغط آسيوي وضغط كأس العالم وكانوا يعني حتى ما يبغون الطالب. خلصنا قفلنا الموضوع قفلنا الموضوع علي. يلا أنا عندي يلا كتب للهلال وصيف العالم وكتب لكأس الملك.